بنتي اش غنقول لك، الله يعمر ربي هو يشافيك. تنطلب من الله، تنطلب من الله، بغيتك ان شاء الله تكوني كنواره، بغيت ربي هو يعاونك ويغلبك على من عاداك، وان شاء الله تكوني ديما مفتحه كنواره. بغيت ربي بنتي سهل عليك، وبغيت ربي يشافيك، بغيت ربي يشافيك. راه حاسبي الله بنيت، رانا ما نكذبش لك، رانا ما عمرني غادي ننساك، رانا ديما تندعي معاك، لا انا ولا ابوك بنتي، ورا ربي اللي تيعلم بنيتي، وربي اللي تيشوف. حسبي الله ما انت من جيتك، ودابا درتي الطريق وليتي الطريق مديراها، وخاصك تنبغيك انا كون سيبك طرقينا في كل وقت، طرقيني تصيبي موج ديالك ومقاد ديالك ماكلتك ونصوبك ونشوفك بنيتي. والله يعمر ربي بنتي يعاونك، يا ربي يعاونك، يا ربي يعاونك. امين يا ربي امين. يو ماما شنو غندير، انا الخدمه هي هادي، لازم الوالده انني نخدم، ولازم انني نقوم بنفسي، ولازم انني نقلب على دوايا، ولازم انني نهزكم. كنتمنى من الله عز وجل انه ينصرني ويقويني ويعطيني صحه في صحه. امنيتي نصيفطكم الحج انتي والميلودي، ميلودي الوالد، الوالد اقول لي ميلودي، هو تيعجبها نقول له الميلودي، تقول لي مزيان باش ما تشرفينيش قولي لي الميلودي. نتيو الميلودي يا ربي، الله يرزقني رضاتكم ان شاء الله باذن الله. انا مي كتعجبني شي نوطه عند ماما والوالد، ديما اصلا كيدعيو معايا وديما كيقولوا لي كثار من هكا، كتعجبني شي حاجه كنحطها، انا بغيت نحطها، وبغيت الاصدقاء اللي عندي في الصفحه في القناه اليوتيوب وفي الصفحه على الفيسبوك انهم يدعيو معكم، طول ربي في عمركم ويرزقني رضاتكم، وانني نكون معكم، انني نصيفطكم للحج ان شاء الله باذن الله، هذه الامنيه ديالي. انا نصيفطكم للحج ولا بغات تجيني الموت غير تجي.